معانا عبر الهاتف الآن الدكتور شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. أستاذ شريف أهلا وسهلا يا فندم. أهلا يا دكتور، مشرف ومنور. شرف ليا يا فندم، الشرف كله ليا. مصطفى شلبي يمكن هو اللاعب الأكثر تداولا في مرحلة سوق الانتقالات الصيفية في مصر، واليوم حسموا نادي الزمالك رسميا، ما كواليس هذه الصفقة يا فندم؟ حقيقة كان يوم يعني صعب جدا الحقيقة، كان لآخر لحظة تفاوض نادي الزمالك، تم الاتفاق على المقابل المادي، كان في مشكلة عشان خاطر طبعا مشكلة نادي الزمالك المادية الموجودة، موضوع الحجز على الأرصدة، احنا عندنا جهات رقابية ما ينفعش ان احنا يعني نقبل بأوضاع معينة. تقبل نادي الزمالك هذا الموضوع، عمل مجهود كبير جدا جدا سيادة المستشار مجلس إدارة محترم، قدروا ان هم يحلوا مشكلة ويخلصوا. هل الرقم اللي اتقال دلوقتي بعض المواقع بتكتب ارقام من 20 ل 25 مليون جنيه في ضم اللاعب، هل الارقام دي صحيحه؟ انا مش عايز اعرف الرقم بالظبط، بس لا مش صحيحه، هي هي يعني في الحدود، ولكن اقل من يعني حوالي 20، في حدود ال 20، حوالي 20 مليون بالظبط، في حدود ال 20. 20 مليون ده الرقم اللي كان بيأكد كلام سيادتك اللي كنت بتقوله من شويه، اللي انا بحييك عليه. اتفضل. مفيش حاجه اسمها نادي كسبان وعامل اموال طائله، وزي ما قلت لحضرتك ده في الاخر ده يعني ثمن مصطفى شلبي اللي خلص بيه، حاجه قريبه جدا من اللي انا قلته على حضرتك دلوقتي، ودوت ما افتكرش انه مبالغ فيه بالنسبه للارقام بتاعت الدوري ممتاز، وبالنسبه لمستوى اللعيب اللي كان اميز جناح يمكن في الدوري الموسم الماضي. طيب، في مكالمه قريبه مع حضرتك قلت لي ان النادي الاهلي هو اللي دخل في مفاوضات رسميه مع نادي انبي بشكل كبير جدا عشان يضم مصطفى شلبي، والزمالك كان بعيد شويه فقط، وكلاء لاعبين كانوا بيعرضوا هذا الامر. هل الاهلي ما قربش من الرقم ده؟ يعني الرقم اللي اتدفع النهارده الاهلي ما كانش قريب منه، كان بعيد. بالعكس زي ما انا قلت برضو قبل كده، النادي الاهلي المحترم كان قريب جدا جدا من الرقم دوت، عشان كده انا ما زلت مصمم وبقول ان يعني اللعيب ما راحش النادي الاهلي مش لاسباب ماديه، ولكن لاسباب فنيه، زي ما انا شفت في السوشيال ميديا كانوا بيقولوا ان مستر كولر يعني شايف ان لعيب جيد جدا، ولكن بالنسبه لخطته هو عنده لعيبه زيه، كان بيقول كده، ودي حاجه تحترم. وعشان كده النادي الاهلي افتكر ما كملش في الصفقه لاسباب فنيه مش لاسباب ماديه، بدليل ان الرقم اللي انتهت بيه الصفقه يعني قريب جدا جدا من اللي كنا بنتكلم فيه مع النادي الاهلي. يعني لو مصطفى الشلبي كان خير بين الاهلي والزمالك كان يختار الزمالك؟ دي حاجه ترجع له. لا دي حضرتك بتقولي يعني لا حضرتك بتقولي حضرتك بتقولي نادي الزمالك لاسباب فنيه. النادي الاهلي ما كملش في الصفقه، ما كملش في الصفقه قبل ما نادي الزمالك يخش بقوه. يعني عشان كده قلت لحضرتك نادي الزمالك ما كانش بيتكلم الا عن طريق وكلاء من بعيد لبعيد. النادي الاهلي كان بيتكلم عن طريق مجلس ادارته المحترم جدا جدا، بنكن له كل احترام، ولكن توقفت الصفقه مش لاسباب ماديه، باكد لك تاني الارقام كانت قريبه، وانا دايما بقول كده، ولكن لاسباب انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه على الاقل انها اسباب فنيه وتحترم، لان من حق مدرب الاهلي الجديد وادارته المحترمه انها تشوف اللعيب المناسب ليها من الناحيه الفنيه. يعني ما انا بس النقطه الماديه والماليه ده طبعا حق اصيل لنادي انبي، يعني هو في الاول والاخر هو انبي بيبص على مصلحه النادي، ولكن اللاعب هو اللي ممكن يبص على الامور الفنيه، مصلحته هتبقى فين فنيا، زمالك او اهلي. هل رغبه مصطفى شلبي فنيا كانت الانضمام لنادي الزمالك؟ مصطفى شلبي كان عنده ثقه كامله جدا وما زال في اداره النادي، استاذ امن الشراي واداره نادي انبي مجلس المحترم، وشايف اللي انتم شايفينه انا هعمله. هو كان متاكد ان احنا هنديله يعني هنجيب له احسن اوفر واحسن عرض، ومين بيتمشى في الاهلي والزمالك يا فندم. يعني هو ما كانش فارق معاه زمالك او اهلي؟ لا لا لا، كان الاول لما كان الاهلي النادي الاهلي دخل في الموضوع ما كانش عنده اي مشكله. لما نادي الاهلي خرج من الموضوع دخل نادي الزمالك بقوه، ونادي المصري المحترم برضو دخل في الصفقه بقوه. كلهم انديه مصريه نكنا لها كل احترام وتقدير. اللي كمل في الاخر وقدر يحتم الصفقه بتصميم كبير جدا جدا الحقيقه، النهارده كان يعني الناس عملت يعني اعجاز الحقيقه ان هم لحقوا. انا كنت بتصور الموضوع هيلحق يعني، ولكن هم قدروا يخلصوا الصفقه باهتمام وبمثابره كبيره جدا جدا. طيب، هل الاهلي هو اللي انسحب من الصفقه؟ يعني الاهلي هو اللي بعد عن الصفقه؟ يعني انتوا كنتوا موافقين على الشروط الماليه بما انها قريبه من نادي الزمالك، لكن الاهلي فنيا انسحب من الصفقه؟ ايوه، انا وجهه نظري الشخصيه كده. تاني برضو احنا نادي الاهلي نادي مين ما يتمناش في الدنيا يلعب في النادي الاهلي طبعا، ولا يتعامل مع اداره النادي الاهلي. طبعا احنا يعني يمكن تاريخنا حتى كبير، لعيبه كبيره جدا عندنا راحت النادي الاهلي، علي الحارس المرمى، علي موجود، كريم فؤاد، صلاح محسن، يعني
لعبه كتيره جدا مش عايز اعد يعني، ولكن وكان المفاوضات دايركتلي مع كابتن محمود الخطيب، وما ادراك ما كابتن محمود الخطيب لما يتكلم مع حد في التليفون كامل الاحترام للجميع، واستاذ ايمن الشريعي، وكان الموضوع ماشي بشكل جيد، ولكن توقفت المفاوضات في حته معينه انا مش شايفها كانت ماديه خالص. ولهم برضو كل الاحترام يا فندم والتقدير، ودي رؤيه فنيه تحترم تماما يعني. يعني خلاص ان حضرتك بتقولي دلوقتي عشان بس الامور تبقى واضحه للراي العام، الاهلي هو من ابتعد عن هذه الصفقه وليس مغالاه من انبي في هذه الصفقه. ده صحيح بدليل الرقم اللي انتهت بيه الصفقه يا فندم. والارقام اللي احنا بنعمل، خليني ابقى اكد برضو الحركة على حاجه فضل. لان انا سمعت برضو كلام صعب ان احنا بنغالي على النادي الاهلي الكلام ده مين يقدر يا فندم؟ مين بس؟ احنا مش مجانين، عارفين بنتعامل مع مين، ونادي بحجم النادي الاهلي وجماهيريته وشعبيته وادارته المحترمه، مش ممكن نعمل كده، مش طبيعي يعني. بدليل ان الصفقه تاني انتهت برقم قريب جدا من اللي كان بيتكلم فيه النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي هو بنفسه اللي قال مش حك يعني ما كملش معانا النيجوشيشنز، لان هو كان شايف من ناحيه، انا وجهه نظري برضو مش من ناحيه ماديه خالص، بدليل تاني باكد تاني الارقام متقاربه جدا، دي ناحيه فنيه بحته وتحترم. مفهوم. طيب احمد عيد النهارده انتقل لنادي انبي، مظبوط؟ احمد عيد لاعب الزمالك، هل واخده على سبيل الاعاره؟ على سبيل الاعاره، هل كان من ضمن صفقه مصطفى شلبي ولا بره مصطفى شلبي؟ مظبوط، ضمن الصفقه. مظبوط، ضمن الصفقه. مفهوم. يعني انتوا خدتوا الرقم اللي هو ال 20 مليون جنيه تقريبا من نادي الزمالك، واحمد عيد اعاره لمده سنه. احمد عيد لعيب واعد، عنده خبرات، رغم صغر سنه لاعب بطوله افريقيا لو تفتكر حضرتك، وكان اساسي في وقت طويل، واحنا شايفين ان هو ممكن يفيدنا بشكل كبير الفتره الجايه ان شاء الله. طيب من الحاجات اللي اتكتبت بعد الصفقه على طول انه الاهلي كان عرض على انبي ثلاث لاعبين اعاره من النادي الاهلي بجانب المقابل المادي، هل ده كان مظبوط ولا كلام مش صحيح؟ لا مش صحيح، احنا اللي طلبنا، انا شخصيا باي نيم اللي طلبت كابتن محمود متولي من النادي الاهلي. طبعا تاني برضو اي لعيب في النادي الاهلي اضافه لاي فريق، يعني انا بتكلم على محمد محمود، على انا بتكلمك على انديه، على اللعيبه حتى اللي كانت في بالنا احنا يعني، ولكن تحديدا كان محمود متولي اللي كان دايما اللي بيعاقنا ان احنا نجيب لعيبه من الاهلي والزمالك، ويعني الانديه الراتب بالظبط كده. مفهوم. يعني لقينا الراتب ربنا يزوده كان يمكن ضعف الراتب بتاع اعلى حد عندنا، فمش ممكن اعمل ازمه في غرفه خلع ملابس بهذا الحجم. مفهوم. فبالتالي ده يمكن اللي بيعاقنا ان احنا نجيب لعيبه من النادي الاهلي. طيب لحد اخر لحظه انا بتكلم بقى دلوقتي على الجهاز الفني، الكابتن احمد كشري وجهازه المعاون، معاهم مصطفى شلبي واحد من اللاعبين المميزين جدا في الكره المصريه، جناح رائع جدا. هل كان في نادي انبي بديل لمصطفى شلبي جاهز لو مصطفى شلبي مشي فجاه، ولا دلوقتي ممكن يبقى في مشكله في فريق انبي مع رحيل مصطفى شلبي في هذا المركز، مركز الجناح؟ طيب يمكن احنا عندنا لجنه الكوره بتخطط بشكل كبير، احنا ما عرضناش مصطفى شلبي من الاول، احنا عارفين ان له بديل، يمكن ضمينا رفيق كابو، وده بيتهيألي كان اختيار جيد. شمنت بيكلي برضو لعيب برضو عنده خبرات كبيره جدا. صلاح زايد، وخليك فاكر الاسم ده، بكلمك على الاجنحه، خليك فاكر الاسم ده كويس قوي يا فندم، صلاح زايد ده جبناه من ديكيرنس على فكره، نادي صغير، ولكن خليني افكر سيادتك ان مصطفى شلبي نفسه من اربع سنين كان درجه رابعه، بيلعب في درجه رابعه قبل بطوله الاسيوط يعني. فاحنا يمكن كمان ضمينا محمد ناصر مودي وعماد ميهوب، النهارده برضو قفلنا بيه الحمد لله رب العالمين من بيراميدز، يمكن عوضنا مصطفى بحوالي ثلاثه لعيبه ممكن يلعبوا في مكانه، وكلهم لعيبه على مستوى عالي جدا وخبرات كبيره جدا جدا. دكتور شريف ابو الغيط، انا بشكرك شكرا جزيلا، المتحدث الرسمي باسم نادي انبي، على هذه المداخله القيمه كالعاده اللي فيها كثير من المعلومات المهمه. انا بحترم جدا جدا اي متحدث رسمي في اي مؤسسه، في اي مؤسسه نادي او اتحاد، يطلع يقول معلومات واضحه دون مبالغات ودون ما يفشي اسرار النادي، بس يقول المعلومات الطبيعي تتقال للاعلام. فالراجل ده متحدث رسمي محترم جدا بصراحه، مش كان لسه معايا دلوقتي، بس عشان هو فعلا انا بحترم جدا لما تيجي تسال متحدث رسمي يجاوبك عشان اسمه متحدث رسمي. في متحدثين رسميين لما تيجي تسالهم يقول لك لا تعليق، الامر يخص اداره النادي، الامر مش عارف، يبدا يديك علامات استفهام كتير. بس بما انك انت متحدث رسمي فحضرتك طالع في الاعلام تتحدث في امور وفي اطار محدد لك، طبعا ما بيقولش كل اسرار النادي ولا كل الكواليس اللي في النادي، في حاجات تدار في الغرف المغلقه، بس لازم يتكلم. عشان كده هو شخصيه محترمه جدا وبحييه واشكره شكرا جزيلا، استاذ او دكتور شريف ابو الغيط، المتحدث الرسمي باسم نادي انبي.